وزير الخارجية الفرنسي وفي ذات السياق أعرب عن رغبة بلاده في المضي قدما من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة على وجه الخصوص. ملفات شتى للتعاون بين البلدين حملها ستيفان سيجورني في جعبته خلال زيارته للمغرب، وأكد أن الرباط وباريس عازمتان على تجديد وتعميق روابطهما الاستثنائية من خلال الاتفاق على خارطة طريق واضحة وملموسة ترقى إلى مستوى التحديات الجديدة، مضيفا أن البلدين يرغبان في بناء شراكة صلبة ومثمرة للثلاثين عاما المقبلة، شراكة تجمع بين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من خلال مجالات حيوية للبلدين كالصناعة والطاقات المتجددة والتكوين والروابط الإنسانية. عن حضور فرنسا الاقتصادي في المغرب، مجالات وآفاق تطوير هذه الشراكة بين البلدين، نستمع لبدر زاهر الأزرق المحلل الاقتصادي وخبير قانون الأعمال، تحدث من الرباط ليوسف النعماني. التعاون الاقتصادي المغربي الفرنسي هو تعاون متميز، على الرغم من أن فرنسا لم تعد هي الشريك الاقتصادي الأول، إسبانيا التي هي اليوم الشريك الاقتصادي الأول بالنسبة للمملكة المغربية. إذن اليوم لا يمكن أن ننفي أن هناك حضور اقتصادي وازن لفرنسا على مستوى المملكة المغربية في قطاعات وازنة، في مقدمتها قطاع صناعة السيارات سواء بطنجة أو بالقنيطرة أو غيرها. لا ننكر أن اليوم هناك حضور وازن على مستوى الخدمات المرحلة، حيث يشغل عدد كبير من الأطر المغربية والمؤهلات البشرية المغربية، وهي آفاق واعدة أيضا لأن القطاع الخاص الفرنسي هو حاضر بشكل كثيف ومكثف في المملكة المغربية، وهو يسعى إلى أن لا يبقي حضوره فقط مقصورا على المملكة المغربية، بل أن يستفيد من المغرب كمنصة من أجل إعادة التموقع داخل القارة الإفريقية، خاصة في الغرب الإفريقي ودول إفريقيا جنوب الصحراء، عبر إقامة شراكات مع القطاع الخاص المغربي ومواكبة حضوره في هذه المناطق. هو بحاجة إلى أن يواكب من قبل دول لديها حضورها ولديها ثقة لدى ساكنة هذه المناطق. أعتقد بأن الاقتصاد سوف يؤثر بشكل كبير بالنظر إلى طبيعة المصالح وكذلك إلى حجم المصالح المتبادلة بين البلدين سواء داخل إفريقيا أو في أوروبا.